فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد مجموعة من العزاب يسكنون في منزل واحد ويقسمون الأعمال المنزلية بينهم، ومن لم يعمل عملا قد كلف به فإنه يدفع غرامة 10 ريالات على المخالفة التي يعملها، ثم تصرف لصالح المسكن والأكل. يقول: هل فعلنا هذا جائز؟ ما هو جائز، هذا من أكل المال بالباطل، ما يجوز هذا. إذا صار ما هو مشتغل يجيب واحد بداله، ولا ما يسكن معهم، شوف له مسكن آخر. نعم.